تعطى إلى السيد وزير اقتصاد المعرفة حتى يشجع طلبة جامعات البلدية من أجل أن يبدعوا، أن يبتكروا، وأن يحدثوا مؤسسة من نشأ. نعم، بارك الله فيك. إذا شكرا لكم سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سيد ياسين مهدي وليد، وزارة التعليم العالي تهيئ كل الظروف لبناء أرضية صلبة للمؤسسات الناشئة، ودائرتكم الوزارية هي الأخرى تضع كل التسهيلات للشباب المبدع صاحب الأفكار الناجعة والناجحة للدخول فعلا في اقتصاد المعرفة وتجسيد المشاريع في الواقع. شكرا للاستضافة، ونهنئكم بهذا الاستوديو بهذه المبادرة القيمة. كما قال البروفيسور كمال البدري، أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة هي خزان المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة. هناك حاليا تكامل كبير بين القطاعين ولا بين الوزارتين، والهدف واحد هو انه نمكن اكبر عدد من الطلبة انهم يخوضوا مغامرات المقاولاتية، انهم ينشئوا شركات ويساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. وزارة التعليم العالي اليوم تهيئ كل الظروف باش تمكن الطلبة انهم ينشئوا شركاتهم، سواء من حيث التأطير ولا من حيث الموارد اللوجستيكية. اليوم كان الفرصة وزرنا مركز إيواء شركات الناشئة مستوى الجامعة المدية، لنظن أنه يشكل محفز كبير لأصحاب المشاريع، وأيضا يمكنهم من تعارف بيناتهم ومن تطوير المشاريع تاعهم. ديناميكية اللي تشهدها اليوم الجزائر والجامعة الجزائرية في مجال الشركات الناشئة هي ديناميكية تبعث بالتفاؤل، ونتمنى أنه نرى أكبر عدد من الشركات إن شاء الله من ولاية المدية، من جامعات المدية. وكما قال البروفيسور بداري، أنا هنا لخدمة الطلبة، ولازم يعرفوا أنه كاين وزارتين متكلفين بهم، وزارة التعليم العالي ووزارة المؤسسات الناشئة، وهدفنا واحد هو أن ينجحوا ويساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. شكرا معالي الوزير. أعود إليك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور كمال بداري. الجامعة الجزائرية ماضية في توسيع الرقمنة، متى نبلغ الرقمنة الكلية، وهل في آلية جديدة للوصول إلى الهدف المسطر من قبل الوزارة؟ أنا أظن من الأحسن أن نبقى في المؤسسات الناشئة، وأود أن يعطينا السيد الوزير بعض الإحصائيات التي تخص طلبة الدكتورة الذي حولوا مشاريعهم إلى مؤسسات ناشئة. يا شكرا بروفيسور على السؤال. هذا ونظن سؤال مهم جدا للوزارة لما يسمعوا فينا، لأنه في الماضي كان ربما شهادة الدكتوراه مرتبطة بالعمل في الجامعة، في حين في الدول الأخرى في العالم الدكتوراه ما هي إلا طريق نحو الاقتصاد ونحو الصناعة ونحو خلق الثروة. حاليا عدد الشركات الناشئة اللي أنشئت من طرف الناس عندهم دكتوراه يمثل 15% من عدد الكلية للشركات الناشئة، وهذا العدد هو في تزايد مستمر. هذا ما يدل على أنه اليوم هناك تحمس كبير من طرف أصحاب شهادات الدكتوراه لإنشاء الشركات، ولازم ربما نخرجوا من هذاك المنطق تاع التوظيف على مستوى الجامعة، لأنه الطموح الأكبر اللي يمكن أن يكون عند بحث جزائري هو أن نتائج البحث تاعه يكون لها تطبيق في الاقتصاد، ويمكنوا من الجزائر من المرور نحو تمكن أكثر في التكنولوجيا وتمكن أكثر في المجالات التقنية. ولذلك فنظن هذا رقم مهم جدا 15%. كان رقم آخر مهم جدا أيضا اللي بالكش يبعث أيضا بالتفاؤل، 10% من الشركات الناشئة المنشأة في الجزائر حاليا أنشئت من طرف جزائريين من الجالية، معناتها رجعوا الجزائر اللي كينشئوا شركتهم، وهذا شيء مهم جدا، لأنه ربما رانا بدينا في عكس هجرة أدميغة، معناتها رانا نسترجعوا ربما ولو بنسبة صغيرة نسترجعوا هذه الأدميغة ولا كمية الأدميغة اللي في الماضي كانت تروح لنا. وهذا ربما معيارين مهمين ليأكدوا أيضا على دور الجامعة الجزائرية في نظام البيئي للشركات الناشئة، اللي هي دور جوهري وأهم شيء في هذا الإيكوسيستم هو الجامعة الجزائرية.
بارك الله فيك. زيد نعطي له السؤال فقط. نعم. بعض الملاحظة فيما يخص الطالبات، تلاحظت باللي هناك طالبات. عدد كبير من الطالبات ما شاء الله ينشئن مؤسساتهم الناشئة. إيه طبعا الراسيو راه تقريبا 50-50%. نعم. وهذا شيء مهم جدا لانه نعم. بعض البلدان حتى البلدان متطوره جدا ما تلقاش بزاف النسبه تلقاهاش 50-50. كاين ايضا ربما اشياء الناس ما يعرفوهمش، الجزائر راهي في المره الثانيه على التوالي مصنفه كاول دوله في العالم من حيث نسبه المهندسات لي زانجينيور فام، وهذا اليونسكو معناتها في بعض على سبيل المثال بعض لي ديسيبلين في الجزائر كاين باش جيني سيفيل كاين لي زانجينيور فام اكثر من لي زانجينيور اوم، الوغ في بعض الدول المتقدمه النسبه ما تجوش ما تفوتش 10%. وهذا شيء مليح اللي يبين انه اليوم كما يقول لك العنصر النسوي راه عنده حماس وتأثير في المجال الاقتصادي، وراهي ايضا عدد متزايد من المقاولات ومن اصحاب الشركات الناشئه، وهذا شيء نفتخر به. بارك الله فيك. اعود سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى موضوع الرقمنه على مستوى الجامعه الجزائريه. والله شوف الرقمنه عندها مخطط نتاعها نرجع له في يوم من الايام، لكن أنا أود أن السيد الوزير يشرح للطلبة كيفية الحصول على مؤسسة الناشئة. بدنا نلقى الأسئلة. موضوع تاع الحصول على اللابل هو سهل، لأنه كان بلاتفورم موقع إلكتروني ولا منصة إلكترونية واسمها startup.dz يدخلوا فيها طلبة ويقدروا يديروا الطلب تاعهم تاع الحصول على اللابل أونلاين. ما عندهمش ما كانش حتى عناء للتنقل، وحتى من يتحصلوا على اللابل نبحثوه للدار، يعني يقدروا يستقبلوا يدوا اللابل تاعهم في المكان السكن تاعهم، هذا شيء سهل بهم الامر. كاين دو لابل لستارت اب للطلبه ربما يحتاجوهم، الاول مشروع مبتكر لاصحاب الشارع المشاريع المبتكره اللي مازال ما نشأوش الشركه تاعهم، واللابل الثاني اللي هو اللابل ستارت اب لاصحاب شركات ناشئه اللي نشأوا شركات معناتها عندهم لوجيز دو كوميرس. ولي دو يمكن التحصل عليهم عن طريق باش نرجعوا لموضوع الرقمنه، عن طريق الخط اونلاين بدون عناء التنقل. اذا السيد الوزير باش يتحصل طالب او طالبه على لابل مؤسسه ناشئه لازم اولا يقوم باعداد لو بروتوتيب. بروتوتيب زيد لا بريزونطاسيون. لا بريزونطاسيون هي عباره عن بزنس بلان. هذه هي بزنس بلان، هذو هما العنصرين المهمين. وزيد كذلك حاجه مهمه لازم يفكر، هل المنتوج نتاعو هل هو قابل باش يكون منتوج مربح ولا لا؟ لانه باش وزاره المؤسسات الناشئه واقتصاد المعرفه باش تمولك، والتمويل يعني ما فيش شروط، يعني تمويل يمولوك وخلاص، مش قرض، مش عباره عن قرض. باش يمولوك لازم يعرف باللي المشروع نتاعك يكون مشروع مربح. اذا انا اود من السيد الوزير ان يشرح للطلبه المده اللي يستغرقها طلب نتاع لابل. تري بيان. تسجيل عن طريق النت خفيف، معدل تاع التسجيل اللي عندنا حنايا تاخذ 4 دقائق حتى 10 دقائق باش تسجل، معناتها سي دي شوان غومبليغ ماشي حاجه. الحصول على اللابل المده بين نهار بين 24 ساعه و 15 يوم، لانه هي كاين لجنه تجتمع كل 15 يوم، معناتها سا ديبون برك الا كان درت باغ اكزومبل لا دوموند تاعك لا في تاع لا ريونيون تاع اللجنه ديها لو لوندومان، ديها في 24 ساعه، دونك المده سي بين نهار و 15 يوم. من بعد بارابور لا دوموند تاع لو فينونسمون، المده ايضا تاع لو تريتمون تاع لو دوسي سي اونت 15 يوم تحت 30 يوم ماكسيموم بين لا دوموند ولا ريبونس. وحتى لا دوموند تاع الفينونسمون تندار اونلاين، تقدروا صوت تدخلوا من startup.dz وتدخلوا يدخلوا الطلبه من startup.dz يدخلوا الموقع ولا يديروا isf.dz اللي هو موقع الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئه، ويقدروا ايضا يسجلوا ويديروا لا دوموند اونلاين. حاليا بكل ولايات عندنا شركه ناشئه، مولناها تلاقينا حتى مع الشركه من المديه اللي تم تمويلها من طرف الصندوق،
وكل شيء يتم عن طريق الخط. إذا أشكرك شكرا جزيلا وزير التعليم. خلينا نزيد نسأله السؤال فقط. أسأل السيد الوزير سؤال. سؤال أنه ما أقدر ما نتبادلو. السؤال السؤال لنصرح السيد الوزير لأنه السؤال موجه للطلبة اللي راهم يشوفوا فينا. طلبة والأساتذة. عندنا أساتذة عندنا جزء نسألك جزء أسئلة وجاوب عليهم على التوالي. سؤالوا للأساتذة هل يقدروا ينشؤوا أو يحدثوا مؤسسات من الناس يعني الأساتذة والعمال. والسؤال الثاني السؤال الثاني يخص بعض احنا وشفنا الصباح شفنا بعض المشاريع اللي قادرة توصل إلى التصنيع والتسويق لكن مشاريع تحتاج إلى عقار تحتاج إلى ورشات عبارة عن مصانع ستكون فيما بعد. ما العمل معها ماذا؟ شكرا بروفيسور على سؤالين مهمين اللي يقدروا يهموا الكثير من اللي يسمعوا فينا. هي القانون تاع توظيف الوظيف العمومي تاع لا فونكسيون بيبليك يسمح للأساتذة الجامعيين وهما الوحيدين اللي عندهم هذه الخاصية انهم يكون عندهم شركات على شكل مكاتب دراسات معناتها يسمح للأساتذة انهم يكون عندهم دي روجيست دو كوميرس في قانون الوظيف العمومي. وانا راح حتى نوسعوا هذا الاكسبسيون هذه لكل النشاطات المربحه اي كل اي طبيعه تكون عندها هذه النشاطات لانه في الدول المتقدمه على سبيل المثال في الولايات المتحده كل الاساتذه الجامعيين عندهم ستارت اب دونك هذا شيء مهم. ولكن حتى في التشريع الحالي في القانون الوظيفي العمومي الحالي هناك إمكانية للأساتذة الجامعيين والناس اللي يعملوا في الجامعة أنهم يكون عندهم شركات وهذه شيء قانوني. أما فيما يخص العقار فيما يخص العقار كان ربما موضوعين كان المناطق النشاطات المصغرة للميكروزون داكتيفيتي في ولاية مدية على سبيل المعلومات اللي عندي كاين اثنين هما مناطق نشاطات اللي يقدروا اصحاب المشاريع يتحصلوا فيها على 500 متر مكعب متر مربع ك ماكسيموم تاع لا سوبرفيسي وهذو راهم حاليا مسيرين من طرف الولايه راهم هيئه في طور التهيئه او في طور التهيئه على حسب السيد الامين العام وان شاء الله نهار اللي يتهيئوا في الولايه عندكم اثنين راح يستفادوا منهم اصحاب المشاريع. كاين المناطق الصناعيه ومناطق صناعيه خاضعه لقانون جديد اللي راهو ان شاء الله في اليامات هذو راح يفوت يجوز ولازم يعرفوها ايضا اصحاب المشاريع هو انه اصحاب الشركات الناشئه او المشاريع المتركه عندهم الاولويه في الحصول على الاراضي وهذا شيء مهم جدا لان كما تعلمون العقار هو مورد غير متجدد وفي هذا الموضوع بالذات كان اولويه التي سيتم إلىها إلى أصحاب شركات الناشئة. نعم بارك الله فيك على هذا التمويل وعلى هذا الإثراء السيد وزير. لكن نعطي نسأل السيد الوزير سؤال أخير. جواز السفر سيد الوزير جواز السفر دي الرخصة. الرخصة لبون دو باساج باش دير شركة ناشئة باش دير مؤسسة اقتصادية مصغرة هو لابل. فوالا دونك هذه اكد ليها فقط باللي لابل لازم الطالب ولا الاستاذ يسعى باش يجيب اللابل تاعو. هي لو لابل سي تري امبورطون. لو لابل سي ديش تدخلوا في قاعده البيانات تاع الوزاره ونقدروا نعاونوكم ماشي باك في التمويل. في العديد من الاحيان يكون عندنا دي بوزوان على سبيل المثال وزاره ولا شركه جزائريه كبيره ولا عندها ان بوزوان بارتيكولي يقدر يكون نيكيبمون يقدر يكون سيرفيس يقدر يكون نشوفوا في لاباز دوني ونبعثوا لهم شركه ناشئه معناتها لازم تدخلوا في الرادار تاعنا لو لابيل هذا ستان دوكيمون اللي يعاونك باش تدير الاحفاءات الضريبيه دوك لي زوناسيون فيسكال شركه ناشئه ما يخلصوش لي زامبو في الجزائر بوندون 5 يعاونك باش تدير التمويل يعاونك باش تدير المرافقه عن طريق الحاضنات اعمال ولا عن طريق مسرع الاعمال يعاونك انك حتى انك يسهل عليك تصدير الخدمات يعاونوا في بزاف المواضيع ولذلك فاحنا نطلبوا من الكل اصحاب المشاريع المبتكره والشركات الناشئه انهم يطلبوا لو لابيل في موقع startup.fondizet. شكرا مره اخرى وزير اقتصاد المعرفه والمؤسسات الناشئه والمؤسسات المصغره سيدي سي مهدي وليد والشكر موصول الى
معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تبادلت اليوم الأدوار معه، صرت ضيفا وسيد الوزير صرت صحفيا، وهذا ينم من سعة اطلاعكم وأنكم تولون عناية كبيرة من أجل الرقي بهذا الوطن في ظل الجزائر الجديدة وهذه المؤسسة الناشئة هو رهان المستقبل ورهان الدولي المتقدمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام عبر هذا البرنامج حصة ضيف الجامعة، يمكنكم العودة بالصوت والصورة عبر الصفحة الرسمية لجامعة تلمدية وعبر قناة الجامعة عبر اليوتيوب. في الأخير تقبلوا تحيات علي قاسم، محمد علي قاسم، والوفد المرافق له في الأجهزة التقنية وفي الإخراج. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. شكرا. شكرا علي قاسم هذاك.